أضرب لكم مثالا قد يثير تعجبكم. اليوم أنتم لا تتعجبون ممن يزعم أن عائشة عرض للنبي صلى الله عليه وآله، وممن يقول أنه لا يجوز الطعن فيها لأنها عرض للنبي صلى الله عليه وآله، أنتم لا تتعجبون من ذلك. لكنكم تتعجبون لا محالة ممن يزعم أن نساء بني أمية عرض للنبي صلى الله عليه وآله فلا يجوز الطعن فيهن. لا شك أنكم تتعجبون إذا ما قال معمم لكم هذا الكلام. هل تعلمون أن بعض شباب الشيعة في مرحلة من مراحل تاريخنا كانوا يحملون هذه الفكرة أيضا؟ كانوا يعتقدون أن نساء بني أمية أعراض نبينا صلى الله عليه وآله، وكانوا ينقمون على علمائنا وشعرائنا المساس بأعراض نساء بني أمية، ويهاجمون مثلا السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه، الذي كان قد نظم أشعارا يطعن فيهن بأعراض بني أمية. في بداية الخمسينيات الميلادية من هذا من القرن الماضي، وجه استفتاء إلى محمد حسين آل كاشف الغطاء الذي تبوأ المرجعية العليا آنذاك في النجف الأشرف. هذا الاستفتاء تجدونه مع جوابه في كتاب جنة المأوى. ماذا جاء في ذلك الاستفتاء؟ جاء فيه: سيدي، إننا في عصر بغيض، والشبان به دوما ينقمون على العصر الماضي وعاداتهم وأخلاقهم وثقافتهم، ويزعمون أنهم أسمى علما وفهما. وقد اعترض فرد من بعضهم على بيتين من قصيدة السيد حيدر الحلي، وهي قوله متهجما على بني أمية وآل سفيان ماسا في عرضهم. يدعي المعترض أن هذا خطأ من السيد الحلي، لأن نساء بني أمية وبناتهم عرض النبي صلى الله عليه وآله، حيث بنو أمية وبنو هاشم من أب واحد وإخوان، ومن يمس بعرض بني أمية ويقول فيهم الفحش فقد مس النبي صلى الله عليه وآله. ولم يقنع، أي لم يقنع هذا المعترض، لم يقنع من أن الإسلام فرق بين المؤمن والكافر، وبين الأخ وأخيه والولد وأبيه. فهل من رد شاف أدبي وحكمي وفلسفي لإقناع هذا الجاهل المجادل الذي درس في مدارسنا وكرس حياته في طلب العلم ولم يقنع بأي رد؟ مع العلم هو جعفري المذهب وعائلته رفيعة، ولكنه يجهل أمورا ويجادل بأخرى. كان هذا نص الاستفتاء المرسل إلى محمد حسين آل كاشف الغطاء، فأجابهم، ومما جاء في جوابه قال: وردني كتابك تذكر فيه أن بعض الشباب يعترض على المرحوم السيد حيدر
في قدحه بأعراض بني أمية وتهجمه عليهم، لأن نساء بني أمية وبناتهم عرض النبي صلى الله عليه وآله، وأن هاشم وأمية من أب واحد. ولا غرو أن يعترض أمثال هؤلاء الأغرار الناشئة الذين لا خبرة لهم بشيء من السيرة والتاريخ والأمور الضرورية من أحوال الجاهلية والإسلام، وأن الذي ذكره علماء التاريخ من رجال السنة وشعرائهم وكتابهم من فضائح بني أمية ومخازيهم والقدح في أعراضهم وبيان عهرهم وفجورهم أكثر مما ذكره علماء الشيعة وشعراؤهم بكثير. وقضايا هند أم معاوية زوجة أبي سفيان وفجورها قد نظمه الشعراء في زمن النبي صلى الله عليه وآله. شهرها شاعر النبي حسان بن ثابت بقوله: لمن الصبي بجانب البطحاء ملقا عليه غير ذي مهدي، بخلت به هيفاء آنسة من عبد شمس صلت الخد. يعني ناعمة الخد. في أشعار كثيرة، والكلام كله لمحمد حسين آل كاشف الغطاء. في أشعار كثيرة كلها مخزية، وما رواها إلا علماء السنة وشعراؤهم. ولماذا نذهب بعيدا إلى 13 أو 14 قرنا؟ وهذا الشاعر الفحل الذي لم يبعد عن عصرنا بقرن واحد، وهو عبد الباقي، وهو سني عمري فاروقي، يقول في الباقيات الصالحات من جملة أبيات مشهورة: وحربا يا آل حرب منكم، يا آل حرب منكم وحربا، فيكم وعنكم وبكم ومنكم، ما لو شرحناه فضحنا الكتب. فرحمة الله على السيد حيدر، فإنه أقصى ما صنع بشعره أنه فضحهم، ولكن العمري فضح الكتب بفضائحه. قل لذلك الجاهل: لو كانت نساء أمية عرض النبي صلى الله عليه وآله لنهى شاعره حسان عن التعرض لها. المفروض أن يقال لهن. وما لنا نذهب بعيدا، وهذا كتاب الله العظيم يقول لنبيه نوح عليه السلام حين قال: إن ابني من أهلي، فنفاه الله تعالى عنه بقوله: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ولكن أكثر شبان هذا الزمان يدخلون المدارس ويخرجون بعد 6 سنوات أو أكثر يحملون الشهادة أو شهادة الدكتوراه، لا يحفظون آية واحدة من كتاب الله العظيم حتى ولا فاتحة الكتاب، لأن الشيطان والتمدن الغربي بحمد الله قد أسقط عنهم كل تكليف وكل أدب إسلامي. من الواضح أنه يقول هذه العبارة الأخيرة على سبيل التهكم.